إذا في عنا costs تانية، إيش الكوستس التانية؟ هي حسبنا إحنا الاستيميتد إنرجي اللي راح تيجيني. annual expected revenue هذا برضو ما راح أدخله من هون لأنه إحنا عم نعمل SPT ما عم نعمل LCOE مش SPT. هذه بتهمني. إذا هون عنا الكوست per turbine اللي هي مثلاً maintenance operation cost راح يكلفني كل تيربين 40,000 صيانته بالسنة، صيانته والقطع الغيار والأشياء الأخرى. فيول ما عندي هون فيول مش هيك؟ ما بدفعش على الرياح. عندي 25 تيربين، الكوست كلها هم 25 تيربين بضربهم ب 40,000 بعطيني بالسنة بدي أدفع مليون يورو بالسنة صيانة وأوبريتنج كوست. هلا بنشوف كيف بدنا نعمل كل الحسابات هاي من الأرقام اللي موجودة هون. صارت عندنا كل الحسابات، صار عندي هلا الأنيوال مينتننس وأوبريتنج كوست. عندي 40,000 لكل تيرباين، 40,000 يورو للتيرباين. إذا annual maintenance operation total راح تكون 40 في 25. الـ O and M cost per turbine هاي تدفعها كل سنة. O and M زي maintenance operating and maintenance. هاي تدفعها كل سنة. تدفع كل سنة. ولذلك السنة الأولى بنعملها discount على 8%، السنة الثانية على 8 في 8، 1.8 في 1.8 وهكذا. اللي بدك تدفعها بالسنة العشرين رح تكون قليلة جدا في مصاري اليوم. رح تنقسم على 1.08 للقوة 20. هاي بتصير مليون يورو per turbine. هذه operating and maintenance cost لكل المشروع هذا. الديكوميشنينج مش محطوط هون، ممكن نحط احنا سعر كمان شوي، نحط سعر للديكوميشنينج حسب ما بنشوف انه مناسب. بس انا تقريبا عندنا هلا كل البارامترز اللي ممكن نحسب منهم ال LCOE تبع هذا الوينتر فاين. قديش بقى الرقم يطلع ال LCOE؟ قديش